عارف الكل يعلم تماما من هو ياسين جنكيز، من هو الشاب المصري ابن المطرية البار اللي كل الناس حبته، كل الناس صنعت نوع من انواع الاحتواء له، واحد شبهنا، واحد ابننا، واحد معانا. فاكرين حضراتكم التركي اللي جه محلات مصر ولهف لهف الدولارات وسافر طيارات، طلع له شبيه، طلع له كابي، ولكن الحزن جوه قلبه دابت من كثرة التنمر، من كثرة الاعتداء عليه وعلى شخصه. الراجل ده ارجل حد ممكن تشوفه في حياتك، الراجل ده لا يمكن ان ترى فيه الا كل طيبة، الا طيبة. الان ترى الطيبة، الان ترى الحزن، حزن بين عينيه بتنزل دموع كل لحظة، وحين عينيه لا تذكر الا كلمات وانا ذنبي، وانا عشان مشهور، وانا عشان ربنا اداني شوية شهرة، ربنا وحده هو اللي عالم ازاي انا بصرف على نفسي واسرتي، ازاي انا متعلم قوي وابني ناس قوي، وفي المطرية وسط اهلي وناسي بيفكروني قد ايه. ولكن من مليون تعليق، من مليون تعليق يظهر تعليق واحد يفصلني، يخليني مش قادر اكمل. ياسين المصري بضيافتكم واهلا ياسين، احنا بنتقدم لك بكل الاعتذار. لا ما تقوليش زعلان، لانك انت الناس بتحبك، بس اللي مزعلك قولي. خلاص يا سلام، يعني ما كنتش اتوقع ان الناس كده ما بتحبش الخل غيرها، وما كنتش اتوقع ان الناس يعني الحمد لله في ناس كتير واقفه جنبي، وفي ناس كتير بتحبني، وفي ناس كتير بتدعمني، بس ما كنتش اتوقع ان الناس قطعين الارزاق. الناس انا ربنا يعني حته من لحمك ومكانك فيه ايه؟ طيب مش كده، بالعكس انت بسطتنا وفرحتنا، انت صنعت نوع من انواع البسمه والامل فينا. على فكره انا بحبك بشكل شخصي. اتفضل. ليه بقى نظرة الحزن للاسود بسود اللي انت عنده؟ ليه ده؟ تعبت والله يا استاذ، تعبت جامد الالم، تعبت. الناس ما بتحبش حد احسن منا، والله الناس ما بتحبش حد احسن منا، ما حدش بيحب الخل لحد. انا ابويا الله يرحمه لو كان عايش كان يبقى اكبر واحد بيدعمني. انا مش حابب محتوى جنكيز، انا خدتها سلمه لان احنا بندعم كده، احنا بندعم الحاجات الكوميديا، بندعم كده. ليه لما انا عملتها كل الناس انتقدتني، كل الناس معلش يعني قعدت تهاجم فيا؟ انا ما عملتش حاجه غلط، انا ما عملتش حاجه غلط، انا ما اذيتش حد، انا ما طلعتش عملت محتوى جنسي وما طلعتش غلطت في حد. ده انا في ناس بتشتمني بقول لهم شكرا انتوا على دماغي، انا متعلم وابن ناس وما بغلطش في حد. استنى، في ناس بتشتمك بقول لهم ايه؟ في الكومنتات بقول لهم شكرا وبعمل لهم قلوب. انا عمري ما اغلط في حد، والله العظيم على باب الله وشغال باليوميه. ليه كل حاجه تشوفها تصدقوها؟ يقول لك ده دخل المطاعم، دخل المطاعم، خد بالملايين، خد بالاوفر، مفيش الكلام ده. انا بخش عادي بعمل لهم الفيديو الجميل على ان ده محتوايا، وبدعم اهل مصر. أيوه. وبدعم كل المطاعم اللي في مصر. ايوه. وباخد حاجه رمزيه مواصلات زي ما بيقولوا بالعربي. اوبر. وده حقك. ايه؟ هو انت رايح هناك في ايه؟ يعني ليه ما بندعمش الحاجه اللي تستاهل؟ بندعم الحاجات اللي ما تستاهلش وكلنا واقفين جنبها. ليه؟ انا راجل متعلم. انا ما بقاش مخدرات ولا واقف على وصلي ولا شغال معلش شغل شمال. انا راجل باكل بالحلال وبصرف على اهل بيتي. والدتي صاحبه مرض، والدي متوفى، وانا عندي اكبر اخواتي، وانا ليه اخواتي صغيرين. ليه ما تدعمونيش؟ ليه؟ انا مش طالب منكم غير الدعم، وانا بلاش الاستاذ احمد رمضان. انا رفعت له فيديو بدل مره واثنين، ولما طلعت على التلفزيون كل شويه يشوف الفيديو ويعمل له لف. انا عايز اشوفك، ما تحرمنيش ان انا اشوفك. اكبر بخاطري استاذ احمد العوض نفس الكلام، المخرج الكبير استاذ احمد الجندي، واستاذ معتز التوني، المخرجين الكبار، والمخرج محمد سامي. يعني اقفوا جنب ابن بلدكم، اعمل اللي عليك. لو انا ما نفعتش يبقى انت عملت اللي عليك، بس انا عندي موهبه تمثيل، والله انا عندي موهبه تمثيل، وده حلم حياتي. حلم حياتي ان انا امثل. انا كنت في مصر احب مدرسه في ثانوي عام، وكنت في الكليه بس